لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحديث الثامن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له أي لمسلم فليرقه، وللترمذي أخرهن أو أولاهن بالتراب. جزاك الله خير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقرأ الشرح سريعا. قال طهور في الشرح الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، هنا الأقرب بالضم، واضح؟ لأن ده المراد به التطهير، واضح؟ مش المية، لأن الفتحة الماء اللي احنا بنستخدمه فين؟ في التطهير، لكن بالضم الفعل نفسه، والمقصود هنا تطهير الإناء. أن يغسله ده فعل، يبقى أن يغسله المصدر المؤول إيه؟ غسله. يبقى معنى الحديث طهور الإناء بغسله، أو يكون أو يحدث أو يتم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى هنا تطهير تدل على أن المفروض الطاء تبقى إيه؟ مضمومة، طهور يعني تطهير. هذا اللفظ أو نؤدل، أنا كنت سألخص كل الأحكام سريعا ولكن هو هيفصلها، فبدل ما لخص وارجع تاني إيه أقرأ نقرأ وعلق إن شاء الله. قال إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ، يبقى المضارع في يلغ كيهب، واضح؟ بفتح العين. وولغ كوارث ووجلة، واضح؟ يبقى هنا ولغ يلغ، واضح؟ كيهب. وولغ كيه، ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ كيهب، وولغ كوارث ووجل، يبقى على وزن ورث ولغ. شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحرك، يبقى أقل شيء في الولوغ أن يدخل اللسان فإيه؟ فيحرك الماء، أو أنه مش مجرد يحرك، أنه يعمل إيه؟ يشرب. تمام؟ أن يغسله أي الإناء 7 مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه أي الماء الذي ولغ فيه. هو طبعا في الحقيقة أن الإراقة في الغالب العام بتبقى لشيء إيه؟ سائل. تمام؟ وللترمذي أخرهن أي 7 أو أولهن بالتراب. دل الحديث على أحكام، ممتاز. أولها نجاسة فم الكلب، وهذا هو الظاهر من الحديث، واضح جدا. ليه هيقول؟ من حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل لما ولغ فيه، واضح؟ الأصل في الغسل إن يبقى إيه؟ للنجاسة. صحيح إن ساعات بيبقى الغسل للتنظيف من القذارة، بس مش ده الأصل، مش ده الإيه؟ الأصل. هيقول كمان والإراقة للماء، كلام جميل، لأن الإراقة إتلاف مال، ولو كان الماء ده طاهر لم يجوز إتلافه. تمام؟ واللي جاي أكتر، وقوله طهور إناء أحدكم، يبقى الطهارة أول حاجة بيعرفها الفقهاء رفع الحدث وزوال أو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الإيه. يبقى الطهارة يا رفع حدث يا إيه الحدث غير متصور فين؟ في الإناء، فيبقى إيه؟ ها، زوال الخبث. قوله طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل أو لا غسل يجوز ده وده إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، إذ هو منهي عن إضاعة المال. تمام ولا لا؟ وهو ظاهر، كلام جميل جدا جدا جدا، وضع ظاهر، ما قالش نص،
لان هناك احتمال، هو طبعا احتمال ضعيف قوي اللي ذكره المالكيه، ان في طهاره من القذارة، بس في الاصل احنا بنتكلم على لفظ شرعي. لفظ ايه؟ شرعي. فلفظ الشرعي زي الوضوء كده، لفظ ايه؟ شرعي. ما نحملوش على انه غسل الفم، اصل اللغه بتقول كده. لا، بنفسر الفاظ الشرع بما عهد من الاستعمال في الكتاب والايه والسنه. فالطهاره لفظ شرعي، المعهود من استعمالها اما رفع حدث او ايه، أو مساله ان قذر او شيء ده مش الاصل خالص فين، او غير مستعمل في الحقيقه، يعني الا ربما يكون على وجه ندره الندر. ثم ايه ولا لا؟ قال: وهو ظاهر في نجاسه فمه والحق به سائر بدنه قياسا عليه. دي مساله اجتهاديه، ده كلام الشافعي واحمد ان هو الكلب كله نجس. اما ابو حنيفه فعنده لعاب فقط نجس او فم نجس، وبقيه الجسد ليس كذلك. اما مالك فطبعا في روايه عنه بطهارته ايه كله حتى الايه الفم. فماذا ابو حنيفه يكاد يكون وسط، ان اللي احنا هنقدر نقول عليه انه نجس اللي هو الايه الفم. قال: وذلك لأنه إذا ثبت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه، إذ هو عرق فمه ففمه نجس. جيد. إذ العرق جزء متحلب من البدن، فكذلك بقية بدن. هذا في نظر، لأن بيقول علميا وطبيا أن القلب لا يعرق أصلا، عشان كده يبقى ده في الحقيقة ده لعاب الكلب اللي نجس. لكن العرق هو بيقول الكلب ما بيعرقش، عشان كده بيلهك. تمام. قال: إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب، قال: يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه، إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب. طب يبقى هنا عشان إيه؟ إنه بيستخدم الإيه؟ لا، الظاهر لا، ده لو إن هو النجاسة من شيء خارجي ما كانش التغليظ ده كله، كان يبقى زيه زي إيه؟ وكنا هنحكم لما نشوف إيه؟ نجاسة على، لا يعني كنا هنحكم بنجاسة لما نشوف ايه نجاسة على فمه، مش كده ولا لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم عمم، مجرد ان الكلب يضع الايه اللسان ويحركه حكم بالايه. يبقى المسألة مش عشان بقه بيتناول بيه نجاسة، لا، سواء لقينا عليه نجاسة او ما ايه او ما لقيناش، والله اعلم. قال: وعلق الحكم بالنظر الى غالب احواله في من اكله النجاسات ومباشرته لها، فلا يدل على نجاسة عينه. ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان رأيتم على فمه شيئا، بل بالعكس، اللي يرى مثلا يعني بتأكل نجاسات، يعني الاصل ان الهرة مفترسة وتأكل الفئران، مش كده ولا لا؟ فالاصل انها بتأكل ايه، طبعا هرر او الهرة في هذا الزمان صارت هرة ايه تخاف من الايه من الفئران عادي، يعني زي ما الكلاب بتخاف من الايه من القطط، فهذا زمن العجائب هذه، يعني فالدنيا هتبوظ الدرس، ما حبيتش اقولها. ينفع اللي بيعمله ده؟ هيبوظ الدرس. قال: والقول بنجاسته قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري. مفيش يعني، انا بقول بالذاكره بس هي كده ان شاء الله، الكلام مش دقيق. الاحناف هم ايضا فرقوا ما بين الفم وبقيه الايه البدن، وقولهم وسط. قال: والقول بنجاسته قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري. واضح، ومالك فعلا بيقول بالطهاره اصلا، ما فعلا. قال: وأدلة الأولين ما سمعت، اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ اللي هو النجاسة، اللي هو الأمر بالإراقة والطهور، معايا ولا لأ؟ وأدلة غيرهم، وهم القائلون بأن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة، قالوا إنه لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون السبع. يعني لو كانت العملية عملية نجاسة وعايزين نقول ده تعبد، لو كان نجاسة يبقى كان على قد ما ننضفه، مش كده ولا لأ؟ إذ نجاسته لا تزيد على العذرة اللي هي الايه البراز يعني. واجيب عنه بان اصل الحكم وهو الامر بالغسل معقول المعنى. روعه روعه، اصل الغسل من اجل النجاسه، لكن التعبد فين؟ في السبعه، في العدد. ودي القاعده عندنا،
اللي هيقولها كمان شوي. المهم الأمر بالغسل معقول المعنى، ممكن التعليل أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل، فيحمل على الأعم الأغلب إن الأصل الإيه؟ التعليل. والتعبد إنما هو في العدد فقط، كذا في الشرح اللي هو إيه؟ عندهم هم شرح المغربي، ثم اللي هو البدر التمام، شرح بلوغ المراه اللي هو الأصل، اللي هو بتاع الزيدية اللي اختصروا هنا إيه صاحب مين؟ سبرس، اختصروا وأضاف وعدل، تمام. لكن هو بيقول وهم أخذوا من شرح العمدة، أظن يقصد شرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام أصلا، وهو كتاب فز لو يقصد. لأن أنا بقول ليه بقول كده، لأقول وقد حققنا في حواشيها، لأن هو أصلا الصنعاني له حاشية على شرح عمدة الأحكام بتاع ابن دقيق العيد اللي هو كتابه اسمه إحكام الأحكام، واضح. بس بصراحة يعني ابن دقيق العيد رغم قلة كلامي فيه بس كتاب رائع، حتى كنت متردد يبقى هو ولا ده، بس مشكلته مصطلحاته القديمة شوية، هنمشي ببطء والإخوة تبقى صعبة شوية، لكن ده ماشي معنا كويس. بل وقد حققنا في حواشيها خلافة ما قرر من أغلبية، آسف نقرا بالراحة شوية، وقد حققنا في حواشيها الحاشية اللي عملها على شرح العمدة خلافة ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام، وطولنا هنالك الكلام. الصحيح عكس اللي هو بيقول، هو كده عايز يقول إن الأحكام هيبقى إيه؟ مش الأصل فيها الإيه؟ التعليل، وده غلط. اللي بيقول إن الأصل التعبد هم الظاهرية لأن ما عندهمش إيه؟ قياس. وإلا فالعلماء الأصل بيدوروا على العلة، والأصل إن الأحكام معللة عشان يشوفوا إيه اللي يلحق بيه. فلما بيلاقوا، عشان كده لما تمسك أي كتاب أصول يوم يقول لك إيه؟ ما لا يجري فيه القياس، يعني كأن دي الدايرة الإيه؟ الضيقة المحصورة. فمثلا يقولوا ايه؟ لا يجوز القياس في العبادات، قصدهم التعبديات المحض اللي احنا مش عارفين ليه، يعني ليها اربعة ليه؟ انتوا معايا ولا لا؟ او انه ما يبنيش او ما يثبتش اصل عبادة بمجرد الايه؟ القياس. يقول ان وقت الغفلة وقت كذا يستحب فيه، فاذا يشرع مش عارف ركعتين عند غفلة، يبقى يخترع. فالتعبديات المحضة اللي هي مش عارفين ليه سبعة ليها اربعة، هنا ما يبقاش فيها قياس لان مفيش ايه؟ مش عارفين علة. تفهميني ولا لا؟ مش معنى كلامهم ان العبادات ما فيهاش قياس ان انت ما تقيسش في الصلاه، لا بالعكس، ده بيقيسوا الصلاه على الصوم ويقيسوا حاجات كده، والفرض على النفل زي ما كنت بقول للاخوه من شويه وكده النهارده، فمش ده مقصودهم خالص. ان لا، هتلاقي الصلاه فيها قياس كتير جدا، واضح. والايه؟ ها، والزكاة. وبعدين يقولوا الصلاة هنا الصيام حكمه زي الصلاة، يبقى أمر الصبي لسبع زي الايه؟ زي الصلاة، ودربوا عليه الايه؟ لعشوة. ويقعدوا يقولوا كلام، يبقى اللي عزم على الخروج بالصلاة تبطل صلاته، يبقى اللي عزم على قطع الصيام يبقى ايه؟ الفرض، يبقى يبطل ايه؟ صيام، وهكذا. قال الحكم الثاني، يبقى ده الحكم الأول، والصحيح فيه أن نجزم بنجاسة فم الكلب، والخلاف في بقية البدن. والأظهر والله أعلم يعني أنه لا دليل نقطع به على نجاسة بقية بدنه. قال الحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء، وهو واضح اللي هو أن يغسله إيه؟ سبع مرات. ومن قال لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات، مثلا زي الأحناف عندهم لا يجب التسبيع، تمام. ليه بقى؟ قالوا والتسبيع ندب، يبقى كونه سبعة ده ايه؟ مستحب. استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال يغسل من ولوغه ثلاث مرات، كما أخرج عنه الطحاوي، أكيد لأن الطحاوي إمام من أئمة الأحناف، فهو بيجيب اللي بيه بيستدل بيه مذهبهم. والدرقطني، بس ده ضعيف عن أبي هريرة على فكرة. في نسخ، يعني النسخة اللي معنا اللي احنا ارتضيناها رائعة جدا في عدم الأخطاء المطبعية، ورائعة أيضا في يعني ايه السقط القليل والأشياء دي، بس ينقصها الحكم على ما في الكتاب من أحاديث وإيه وآثار. وهذا شيء ممكن الإخوة يعملوا قبل الدرس، ممكن يكلف انهم يبحثوا في كتب الشيخ الألباني وغيره هيلاقوا الحاجات دي. عموما انا في الغالب الاعم هبقى حافظ حاجات ان شاء الله اقولها من الذاكره، وانتوا برضو لو معاكم كتب فيها حكم على الاحاديث ممكن لو انا اخطات تسعفوني.
بس هو مشهور ان ده ضعيف عن ابي هريرة اصلا. تمام، جزاك الله خير. واجيب عنه الرد بقى عند ايه، واجيب عن هذا بان العمل بما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بما رآه، يعني رآه رأيه واجتهاده. قال وافتى به، كلام رائع هذا كما ذكره الشافعي وغيره، ان العبرة بما روى لا بما رآه. وهذا دل عليه ظاهر حديث، دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فربما يحمل الحديث ويغيب عليه بعض المعاني يستنبطها الآخر اللي إيه؟ الذي أخذه عنه. عشان كده لو إحنا شفنا المعنى واضح والراوي نفسه لم ينتبه للمعنى، يبقى هناخد من إيه؟ من الرواية. ده بنص الحديث ما تقطعوش، ماشي بنص الحديث انه قد يحمله الى من هو ايه. سبحان الله، الانسان ضعيف، فمهما اوتي الانسان ضعيف، فممكن ينقل الحديث ويخفى عليه اشياء فيخالف، يقول ازاي ده اللي انت بتقوله يخالف ما ايه ما رايته. واضح يعني انت ترويه يخالف ما رايته، ده قصدي انا يعني. قال وبانه معارض، يبقى اول واحده الف هنرد على استدلالهم بفعل ابي هريره بان العبره بما روى، وبأنه معارض دي نمرة 2 بما روي عنه أنه أفتى بالغسل سبعا أو الغسل سبع أو بالغسل سبعا وهي أرجح سندا. تمام، يعني أبو هريرة بقى إيه ورد عنه أنه أمر بالغسل كام، سبع، وسندها أقوى. وترد قال وترجح أيضا بأنها توافق الرواية ها المرفوعة، اما يبقى فتواه زي اللي رواه اقوى ما يبقى فتواه مخالفه للي ايه للرواه. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ايه بقى ولما بقى اللي بيقولوا ان التسبيع الندب، اول حاجه دليلهم الاولاني كان ايه ما ورد عن ابي هريره، صح؟ طب ايه دليلهم الثاني؟ اهو فهمتوا بقى الكلام، عشان مش ايه كلام مش متصل ببعضه، كلام صعب يا شباب ولا لا؟ هتتعبوا في الاول بس هتتعودوا على الطريقه دي، بس للاسف الشديد كعادة أصحاب المؤلفات النفس يطول في البداية ثم إيه يقصر في النهاية، فيبتدي يخف شوي مع الوقت اللي احنا الملكة بدأت إيه تتكون، هتحس ان انتوا في فترة وفترات مش شبعانين، بس هيبقى كويس، هيبقى هتشموا نفسكم بقى. بس في الأول هتتعبوا، لكن هي دي طبيعة. عشان كده يقول لك فتح الباري انه أخذ فيه سنين طويلة، فكان أول فتح الباري زي آخر فتح الباري، ما استعجلش عليه، خد سنين طويله في تاليفه وبراحته، فيبقى شرحه في اول حديث زي ايه هي ذريته في اخر حديث. قال ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في الكلب يلغ في الاناء ويجوز، المهم يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا. قالوا فالحديث دل على عدم تعين السبع، وانه مخير ولا تخير في معين، يعني طالما في تخير يبقى ما يلزمش الايه السبع. واجيب عنه بانه حديث ضعيف لا تقوم به حجه. عايز اقول بسرعه، يبقى كده كم حكم خدنا؟ 2. ايه الحكم الاول؟ نجاسه فم الكلب وهل يلحق به الباقي ام لا. خلصت 2 وجوب غسل الاناء 7. 3 الحكم الثالث وجوب التتريب للاناء، انه يغسل بالايه بالتراب. أريد أن أقول يغسل لا يمسح، وهيجي الكلام. قال وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث اللي هو إحداهن بالإيه ثم الحديث يدل على تعيين التراب، يعني ما يخدش ما يحطش صابون، تفهمني ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إحداهن بالإيه بالتراب، لو المسألة التنظيف كان قال بأي شيء. قال وأنه في الغسلة الأولى اللي هي إيه ها أولاهن، ومن أوجبه أوجب إيه التتريب، ما هو ده اللي بنتكلم عليه. قال المكان ضيق فأي صوت تليفون الدنيا بتفيص على بعضها. ومن أوجبه أوجب الإيه التتريب. قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، واضح؟ يبقى نخلطهم على بعض لحد ما يبقى، بس خد بالك ما يبقاش طين. يبقى الفكرة يا أخوانا الناس بتعمل إيه، يجيب تراب وإيه ويدعك، ده في اللغة اسمه مسح ودلك، ما اسموش غسل.
فهنا عند عامة العلماء ما طهروش لأنه ما غسلوش، ده عمل إيه؟ دلكوا مسحوا. ركزوا معايا، ربنا يبارك فيكم. أما ليغسل إزاي؟ يا إما مثلا زي ما قال كده يعكر التراب مع المية يحطهم على بعض، أو إن هو يبقى التراب موجود ويحط عليه إيه؟ يعني هو مثلا حالة حطهم الاثنين على بعض تمام، خلطهم على إيه؟ أو التراب موجود حط عليه مية لحد ما يبقى عكارة، أو مية حط عليها إيه؟ بس لازم مية بتجري تبقى مية معكرة عشان تبقى دي اسمها غسلة بالتراب مش مسحة بالتراب. تفهمتوها كده ولا لا؟ قال أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب وطرح الماء. وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده. ده ينفع ده في الصحاح، احنا قلنا بالتراب فين؟ في الصحاح. ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب، والزيادة من الثقة إيه؟ مقبولة. وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية، يعني فروي أولهن أو أخرهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة والاضطراب قادح فيجب الاضطراح له. صراحة مذهب الحنبلة في منتهى الروعة، إن الحنبلة قالوا إحداهن بالتراب، فهم قالوا إيه؟ ورد أولهن، ورد أخرهن، ورد السبعة، ورد الثامنة، فلما جت رواية إحداهن دلت على عدم تعين إيه؟ أي حاجة من دول. بس وصعب في البديل عن التراب. أنتوا معايا ولا لأ؟ ما الناس ده قال وأجيب عنه بأنه لا يكون الصنعاني هياخدها للآخر إن دي متعارضة، وبالتالي لازم نرجح لفظة منين؟ الإمام النووي أيضا ميال إن هي المسألة واسعة وإحداهن مش هتتعارض مع إيه؟ مع أي حاجة من دول. لما جت رواية إحداهن على فكرة أولهن بقت في أخرهن بقوا عكس بعض، فلما جت رواية أولهن أو أخرهن بقت تخيير، وزاد الأمر وضوحا لما جت إيه؟ إحداهن. فعشان كده كلام النووي والحنابلة كلام جميل جدا. قال والاضطراب قادح فيجب الاضطراح له. وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات، وليس كذلك هنا كذلك، فإن رواية أولهن أرجح لكثرة رواتها وبإخراج أحد الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض اللي في البخاري ومسلم يعني. وألفاظ الروايات التي عوضت بها أولهن لا يقاومها، وبيان ذلك كل ده وقت لا نحتاج إليه، لأن كل الروايات دي عندنا إيه؟ صحيحة وعلى التخيير وما فيش مشكلة خالص. بس هو أخذ منحة الإيه؟ الترجيح، وياخد واحدة ويعمل إيه؟ ويسيب الباقي. وفي غيره أخذ منحة إن كلها ثابتة والأمر على السعة والتخير، ويبقى ما فيش حاجة إلى أن نقول ده في اضطراب ده في تعارض ولا حاجة خالص. صح، هو ده اللي إيه؟ اللي حلتها رواية إحداهن. فرواية إحداهن صريحة إن لا، يبقى المهم إن يبقى فيها إيه؟ غسلة. قال وبيان ذلك أن رواية أخرهن منفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مستندة، ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها، فلا تقيم رواية أولهن بالتراب، ورواية إحداهن ليست في الأمهات ورواها البزار، فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيد. ورواية أولهن أخرهن بالتخير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح. يبقى هو في النهاية عمال إيه؟ هو الراجل ما قالوش شك الراوي، ده واضح النبي صلى الله عليه وسلم إما أن الراوي نسي ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال دي وقال دي، أو النبي نفسه اللي قال صلى الله عليه وسلم أولهن أو أخرهن كما شئتم يعني. قال فرواية أولهن أرجح، وإن كان من كلام صلى الله عليه وسلم فهو تخير منه. من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع إلى ترجيح أولهن. طب إزاي بقى؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خير. قال لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت. لسنا راضين يعني عما صنع، ولكن يعني الخلاصة ما ذكرتها، ولو هو اطلع على ترجيح النووي ربما ترك، لأنه كتير جدا هنا ما بيجيب كلام النووي. قال وقول إناء أحدكم، الإضافة ملغاة هنا. كلام جميل، يعني افرض واحد جاري الكلب ولغ فيه هطهره كام؟ نفس الأمر سبعة، يبقى سواء إنائي أو إنائي غيري، لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملكه الإناء. ما شاء الله كلام جميل، اسمعوا الشريط الثاني في البيت كذا مرة. وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الإيه؟ هو الغاسل. وقوله وفي لفظ له فليرق هي من ألفاظ رواية مسلم، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام، وهي من أقوى الأدلة على النجاسة.
إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، أي شيء موجود هيراق، وده إتلاف إيه؟ مال. ولو كان طاهرا لم يأمر بإراقته كما عرفت، إلا أنه نقل المصنف مين؟ ابن حجر في فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ. قال ابن عبد البر لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش. وقال ابن مندة لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، يكفي أنه في مسلم عشان ما نطولش في الكلام. والشيخ الألباني معلقش عليها خالص، فظاهر صنيعه انه شايفها انها ايه ثابتة، مش هنقعد بقى ايه ماشي كده الكلام. نعم اهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة، وقد ثبت عند مسلم وعفروه الثامنة بالايه بالتراب. قال ابن دقيق العيد انه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين يعني ايه ما فيش غير الحسن يعني. والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به اللي بالغسلة الايه احتاج الى تأويل بوجه فيه استكراه، يعني صعوبة شوية هنشوف. قلت والوجه اي المستكره في تأويله ذكره النووي فقال المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكان التراب قائما مقام غسلة فسميت ثامنة. يعني ايه يعني هنا احدهن بالايه بالتراب، يبقى في غسلة فيها مكونين مية وإيه مية وتراب صح، يبقى هي ستة وفي واحدة تقوم مقام كام، فكأن التراب كده رقم كام ثمانية، واضح. وده مش مستكره ولا حاجة. قلت ومثله قاله الدميري في شرح المنهاج، وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا، واضح. لا هو غسل لأن في الحقيقة هيبقى تراب مع إيه مع مية. قلت ولا يخفى أن طي المصنف لذكره اللي هو مين ابن حجر وتأويل من ذكر بإخراجها إلى المجاز، كل ذلك محاماة على المذهب. يعني هو بيقول دول شافعية وعندهم هي سبعة ومفيش حاجة اسمها إيه تمانية، والحق مع الحسن البصري. طب ده ينفع بقى؟ طب انت دلوقتي كل رواية سبع سبع سبع، يبقى احنا هنجمع بين السبع واللي فيها إيه تمانية، يبقى عشان درويات في الكول سبعا سبعا، يبقى عفروه الثامنة تجمع مع ايه مع غيره. واما الامر بقتل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذ منها فياتي الكلام عليه في باب الصيد. اظن كده الحديث خد حقه في الشرح تماما صح، وزي ما قلنا كان في الاول هيعمل كده. قال الحديث التاسع عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس، يبقى الحد هنا والحكم انتهى اصلا، يبقى هي مش ايه مش نجس. والله اعلم. انما هي من الطوافين عليكم، اخرجه الاربعه صحاح الترمذي وابن خزيمه. قال والحديث له سبب. عارفين انا بعمل ايه بختصر، يعني التعريفات بالرواه وكده كل ده سهلة، كلكم عارفين أبو قتادة رضي الله عنه فبننقل. قال والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء مية فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. وطبعا فيه في القصة أن كان اللي شافته زوجة ابنه، أنتوا معايا ولا لا؟ المهم فقيل له في ذلك، هو طبعا مش قيل، هو شافها متعجبة على ما أذكر كل ده من الذاكرة يعني. فقال أتعجبين يا ابنة أخي، أنتوا معايا ولا لا؟ المهم فقيل له في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، وبالتالي أي فلا ينجس ما لبست، يعني اللي تشرب منه واللي تأكل منه مش هيبقى نجس، لأن هي نفسها مش إيه مش نجسة. إنما هي من الطوافين، جمع طواف من الطوافين عليكم. قال ابن الأثير الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، والطواف فعال صيغة ايه مبالغة فعال منه. شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله، اخذا من قوله تعالى طوافون ايه على. طيب يعني الخدم والممالك. وفي رواية مالك واحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة لفظ ها والطوافات، جمع الاول اللي هو ايه طوافين مذكرا سالما نظرا الى ذكور الهر، والثاني مؤنثا سالما نظرا الى اناثها. فان قلت دخل قلبها لغة عربية وده جميل، فان قلت قد فات في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل،
ما الهرة دي حيوان، فازاي يقول طوافين؟ يبقى جمع مذكر سالم اللي هي المرفوعة تبقى طوافون. وهو شرط لجمعه علما وصفة. يعني علما وصفة يعني تقول محمدون، ما إن محمد ده إيه؟ علم، فيجمع جمع مذكر سالم لأنه علم على عاقل، صح؟ ولهذا يقال يا محمدون. منادى مبني على الواو في محل نصب لأنه علم، والمنادى المفرد يبنى على ما يرفع به إذا كان علم، تمام؟ وكذلك صفة كقولك مجتهد مجتهدون، تفهمتوا ولا لا؟ كده فهمتم صح؟ يبقى محمد محمدون ومجتهد ها مجتهد. المحمد ده علم ومجتهد ده ايه؟ صفة. فهذا يجمع جمع مذكر سالم إذا كان العلم أو الموصوف ايه؟ عاقلا. طيب قلت، هيرد بيقول لك طب الهرة دي ازاي تبقى ايه؟ ها يعني جمع مذكر سالم وهي غير عاقلة. قلت لما من نزله منزلة من يعقل اللي هو مين؟ الخدام، وصفه بصفته وهو الخادم. ماشي، لما نزله منزلة من يعقل، أيوة نزل الايه الهر منزلة الايه ماشي كده، ووصفه المفروض يبقى واوين مش واو واحدة يعني، وهو الخادم أجري مجراه فين ها؟ في جمعه في جمعه صفة. وبقول كده يعني، يعني صفة يعني ايه؟ جمع جمع من يعقل، جمع جمع الايه؟ العاقل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم زي الايه؟ زي العبيد اللي هم عاقلين، فجمعهم جمع ايه؟ مذكر سالم. وفي التعليل اشارة الى انه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها باهلها باهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم عن كل حاجة، خفف تعالى على عباده بجعلها غير نجس رفعا للحرج، فالمشقة تجلب التيسير. والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا أو نجسا، وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان. يعني مش هنقول إنه هو تعدي يوم على أكلها الهر، تعدي يوم هنشوف. وقيل لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء. هو طبعا الحتة الأولى لا تقيد لطهارة فمها بزمان هيبقى فيها مشكلة، إن هي لو لسه في بقها الإيه؟ يبقى ظاهر الكلام هنا إن حتى لو في بقها الإيه؟ النجاس، وده خطأ. أنتوا معايا ولا لأ؟ يبقى مش هيقيدها بأي زمان ولا بأي حال، يبقى حتى وهي إيه؟ في فمها الإيه؟ النجاسة ويسيل الدم على فمها. طب تعال نشوف. وقيل لا تطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بإيه؟ بذلك او بزوالة عين النجاسة من فمها، لعل ده اوضح ان احنا مش شايفين ايه حاجة. وهذا استدل به ابن تيمية رحمه الله على انه يجوز التطهير بغير الماء، قال فقد جعل الله ريق الهرة مطهرا لما تأكله من النجاسة. لا ده حاجة متولدة منين؟ ده مش اللعنة، مش المرة بتاعتنا دي. قال المهم بزوال عين النجاسة من فمها، وهذا الأخير أوضح الأقوال، واللي قبله قريب منه برضه، إنها لما تغيب وبعدين تيجي وما نلاقيش فيها إيه، بس الأخير ده دقيق جدا، لأن مع بقاء عين النجاسة في فمها فالحكم النجاسة لتلك العين لا لفمها، فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بإيه؟ بنجاسة. الحديث العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. ما شاء الله احنا كده بالمعدل ده كويس، أو لو جرينا زي كده. قال عربي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعرب، وهم سكان البادية، سواء كانوا عربا أو عجما. وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلا جافيا، في الغالب الأعم اللي بيسكن البادية بقى في شيء من الايه الشدة يعني. قال فبال في طائفة المسجد، هو متعود على ذلك، أي ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء، ف
فزجره الناس، أي نهره، نهره الناس. وفي لفظ فقام عليه الناس ليقعوا به، انتهى الغضب. وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لهم دعوه، وفي لفظ لا تزرموه. فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب، وهي الدل الملآن ماء، وقيل العظيمة من ماء تأكيد، حسب. لو معنى الذنوب الدل الملآن ماء يبقى من ماء تأكيد، لكن لو معنى الذنوب الإيه؟ العظيمة، يبقى من ماء بيان، يبقى من ماء دي، يبقى من هنا إيه؟ بيانية. حد فهم حاجة؟ تاني يعني لو كلمة ذنوب دي معناها هي لا تقال في لغة العرب إلا على الإناء اللي مليان مية، يبقى ذنوب من ماء، يبقى كلمة ماء من ماء دي إيه؟ لكن لو كان بتطلق على ذنوب ده اللي هو الكبير سواء فاضي أو إيه؟ أو في مية أو في أكل أو في شيء، فيبقى من ماء ده إيه؟ بيان، كأنه قال دلوا مملوءة ماء. واضح؟ طيب. قال نقولها دلوقتي ولا في الآخر؟ ايه الحكاية دي؟ مش ما الحضرة يا زي ما أسرع. عموما بالنسبة للحديث الماضي خلاص خلاص، هل يوجد قياس على الهر؟ الحنبلة قاسوا على الهر كل ما هو كثير التطواف، فقالوا يبقى اللي في حجم الهر في الجثة وما دونه يبقى طاهر، لأن في مشقة في الاحتراز منه. يعني قال لك إن الحديث إن الهر عامل زي الخدم بيدخل ويطلع وهنا وهنا، الفرق أكتر، هيعجوا منين ده؟ فلذلك قالوا يبقى الهر وما دونها في الخلقة عند الحنابلة إيه؟ طاهر. وما حبيتش أعرج على كده، لأن إحنا حنميل إلى إن الأصل حتى السباع الطهارة. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وأن عدم الأكل مش دليل على النجاسة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب البغل، كان يركب الحمار، وهذه الأشياء في الحر تعرق، ولم يكن يأمرهم بالاحتراز. تفهمين كده ولا لا؟ ولذلك لعلنا يعني فيما يأتي نتعرض، إن لم يأتي ذكروني بها نذكرها بالتفصيل إن شاء الله في وقته. وقيل من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب. لا، هو الذنوب ده لو معناها العظيمة يبقى مش عارفين هي كان ذنوب فيها إيه، مش كده ولا لا؟ قال فهو من باب كتبت بيدي، فهتكتب هتكتب بإيه يعني، تمام. وفي رواية سجلا وهو بمعنى الذنوب. فأهريق علي، أصله فأريق علي، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار هوريقة وهو رواية، ثم زيدت إيه؟ ها؟ همزة أخرى يبقى أريقة، هوريقة، أهريقة، ماشي كده الكلام؟ يبقى زودوا همزة كمان بعد إبدال الأولى، فقيل فأهريقة. والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وده كويس جدا إن هو هنقول الحديث وارد فين؟ ها؟ في بول الآدمي. واستدلال الشافعية على أن الأبوال نجسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. واضح؟ فقالوا أو الروايات التي فيها البول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقالوا هذا عام، الظاهر لا، أن هذا بوله، أنه رد ببول الإيه؟ الإنسان. وإلا فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ولكن الشافعية قالوا هذا من باب الاضطرار، فرد عليهم الحنابلة فقالوا إذا كانوا مضطرين للدواء فليس هناك اضطرار في أن لا يؤمروا بغسل أفواههم من آثار البول لو كان نجسا. واضح؟ وأن لا يؤمروا بغسل ما يصيب ثيابهم
لو كان بوله الإبل نجسا، ولذلك كلام الشافعية بعيد والله أعلم. ولذلك جيد أنه هنا قال بول الإيه الآدمي. قال والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات. وهل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ قيل تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء. ولحديث زكاة الأرض يبسها، ذكره ابن أبي شيبة، زكاة يعني طهارة، وأجيب بأنه ذكره موقوفا مش من كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من كلام صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا عليه بلفظ جفوف الأرض طهورها فلا تقوم به حد، فلا تقوم به ما حد. عموما احنا الظاهر والله أعلم أن التنجيس أمر معقول المعنى وليس أمر إيه؟ تعبدي. فطالما زالت النجاسة بأي وجه من الوجوه حكمنا بالطهر، طالما لم يعد للنجاسة أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة فلا يمكننا الحكم بنجاسة الإيه؟ ده أمر معقول المعنى، مش زي مسألة الحدث، حدث ده شيء إيه؟ معنوي غير النجاسة، شيء حسي. والله احنا حكمت ان السم ده تنجس عشان شايف نجاسة فراح خلاص، فراحت بمية بغير مية بأي شيء، المهم ان النجاسة ايه زالت. قال والحديث ظاهر في ان صب الماء هو سيطيل النفس فيما لا تعظم فيه الفائدة، ولكن لا اشكال. والحديث ظاهر في ان صب الماء يطهر الارض رخوة كانت يعني لينة او صلبة، وقيل لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، مش مجرد بقى الايه الراخد انت بقى تغسل بقى وشوف هتعمل ايه. قال وارض مسجد صلى الله عليه وسلم كانت رخوه فكفى فيها الصم. تعقيدات واشياء، الاصل النجاسه راحت خلاص. وكذلك الحديث ظاهر في انها لا تتوقف الطهاره على نضوب الماء، يعني مش هنستنى الماء تتشرف، تفهمني ولا لا؟ زي الهدوم كده احنا بنغسلها بنحكم بالطهارة ازاي؟ لما بتنزل ايه مية، فالمية بتنزل بتاخد معاها الايه، فكأنه ايه ده مستني ايه ها ان الارض تعمل ايه تتشرب ميتة وتروح النجاسة بقى. لا هو كده كده طالما ان المية جت وزالت الايه النجاسة، حتى لو لسه في بقايا مية بس المية مش متغيرة، وده طبعا هيبقى مشكلة بالنسبة لأصحاب القلتين. المهم قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول العربي شيئا، ولا نسيب بقى الحاجات الزيدية هقرا بدونها كأنها مش ايه مش موجود. وفي انه لا يشترط حفرها والقاء التراب. وقال ابو حنيفة ان كانت صلبة فلا بد من حفرها والقاء التراب. اللينة ماشي هتتصيح ها، لكن مشكلة الصلبة دي بقى هيبقى المية هت ايه زي السيراميك، لا زي السيراميك، فايه اللي هيحصل هنا؟ هتبقى مية دون القلتين صح، وهتقابل الايه ده طبعا عند ابو حنيفه مش كلتين كمان ده ايه لا الحاجات انه بقى لو عمل هنا، ولا المذهب المتاخر عندهم 10 في 10 في شبر، يعني 10 اذرع في 10 اذرع في ايه في شبر، ده انتوا معايا ولا لا؟ ده ميه كتيره، فدون ذلك كله هينجس عندهم، فكده بدل ما ينجس الدنيا لا يشيل الرمله دي في حاله وايه ويرمي طالما الارض ايه صلبه. لا الرخوه ما عندوش مشكله، النجاسه هتعمل ايه؟ هتروح مع الميه وتمشي تحت تنزل. قال وإلقاء التراب لأن الماء لم يعم عليها وأسفلها، يعني عايز يقول إن هو المية من فوق بس عشان هي صلبة مش متشربة، فكده إيه ما طهرهاش كلها يعني. ولأن ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكان ماء. قال المصنف في التلخيص اللي هو مين؟ ابن حجر، تلخيص الحبير من أشهر كتب ابن حجر، له إسنادان موصولا أحدهم على ابن مسعود الآخر عن واسلة ابن الأصقع وفيهما مقال. ولو ثبتت هذه الزيادة والظهر أنها ما ثبتتش لم تثبت لبطل قول من قال إن أرض مسجد صلى الله عليه وسلم إيه رخوة، لأن كده كانت هيبقى إيه صلبة، وقال شلوها بس ده ما ثبتش عنه. فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الإيه الصلب. كل ده كان يعني شيء طويل شوية. الخلاصة الأرض وما اتصل بالأرض تطهيرها صبة واحدة تذهب عين النجاسة.
راحت النجاسة يبقى ايه؟ خلاص. حتى الحنابلة اجدد مذهب في تطهير النجاسة اللي قالوا لازم الثياب تتغسل، اي حاجة متنجسة تتغسل سبعة جم عند الارض، والمتصل بالارض قال فتكفي فيه صبة تذهب بايه؟ بعين النجاسة والكل. قال وفي الحديث فوائد، منها احترام المساجد، جميل، فانه صلى الله عليه وسلم، هنا بيجيب فوائد بره موضوع الايه؟ الطهارة اللي احنا فيه. لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ولأن الصحابة تبادروا إلى الإنكار عليه وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث هذا إلا مسلما، الرواية كله إلا مسلم، أنه قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم إنه لم يأتي الأعرابي ما يوجب نهيكم له. جميل، ها، ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط للبول. يعني هو إيه المشكلة؟ أنه إيه ما قال له هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لما فعلتها بجوارنا، بل قال إن هذه المساجد، أنتم معي ولا لا؟ يبقى المكان هو اللي إيه اللي ما ينفعش فيه. قال فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع، وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه ليستره ورايا. ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، كلام جميل جدا، مصالح والمفاسد، لأنه لو قطع عليه بوله هيعمل إيه؟ لا ضر به، أدي مفسده. وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيسه بدنيه وثياب وإيه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول إيه أولا. يبقى لا، الحتة دي إيه كفاية، بدل ما إيه بالإضافة للضرر ولا تزرموه هيحصل له احتقان صلى الله عليه وسلم، واللي حصل حصل. قال عن ابن عمر رضي الله عنه ما شاء الله، قال ازاي خدنا ثلاث احاديث بس المره اللي فاتت؟ ده احنا كده ده رابع حديث في نص ساعه بس. والله يا ده انا غردت بقى كده. لا انا قاعد، انا قاعد ساعة وايه؟ ما هي المرة دي كده برضه. هنشوفه لو تيجوا العصر او قبل المغرب ما عنديش مانع. سبع ارهاق صح؟ تيجوا قبل المغرب بساعة؟ تبقى بدري لان المغرب بيتأخر. لو اتبقى انك كمان. انا النهاردة جيت قبلكم بفضل، جيت قبل المغرب. لا معجزة. تطلب من الله عائلة. ها؟ هو على فكرة كل مرة المواصلات اللي بتأخر ربنا يستر النهار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، حاضر عشان بس ما ناخدش كتير في التسجيل وبعد الدرس نتكلم سوا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. طبعا هو الصحيح انه هو موقوف من كلام ابن عمر وليس زي ما في المتن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتشوف دلوقتي. قال عن ابن عمر انه احلت لنا ميتتان، اي بعد تحريمها الذي دلت عليه الايات، اكيد لان حرمت عليكم الميتة، يبقى ده اكيد الحديث ده بعد ايه؟ قال ودمان كذلك، انما حرم عليكم ايه الميتة والايه والدم. قال فأما الميتتان فالجراد، أي ميتة الجراد أي ميتته، والحوت أي ميتته، وأما الدمان فالطحال بزنة كتاب طي والكبد. قال فيه ضعف، حنقرا ماشي الجزء الحديثي، وإن كنت أنا خلصت الموضوع بس يلا، لأن رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رحمك الله، قال أحمد حديثه منكر وصحح أنه موقوف كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، فإذا ثبت أنه موقوف فله حكم الرفع. ممتاز،
هو فعلا من كلام ابن عمر، بس لما يقول أحل لنا مين اللي هيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن قول الصحابي أحل لنا أو حرم كذا أو حرم علينا كذا مثل قوله أمرنا وإيه ونهينا فيتم به الاحتجاج. رائع. ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب. والحديث كلمة حتف أنفه ما هو ما فيش حاجة بتموت بمزاجها، فأنا دايما هو كتير قوي عمال يقول مات إيه حتف أنفه حتف أنفه، التقييد ده تقييد لا فائدة منه، لأن ما فيش حاجة بتموت بإيه بمزاجها. لكن احنا بنتكلم دايما لما نحب نقول الميتة ماتت بزكاة شرعية ولا بغير زكاة شرعية، في ألفاظ تانية بتنقال، مش تنقال إيه حتف أنفه. فلو عرفنا الميتة مات حتف أنفه تبقى المزكاة هي كمان ميتة لأنها بتموت إيه حتف أنفه، ولا بتختار المزكاة؟ فاهميني ولا لا؟ أكيد فاهمين. فهو تعريف فيه اعتراض، والله عليه اعتراض. المهم قال والحديث حجة على من اشترط موته. بص الكلام بقى ايه اهو ده اللي ماشي. اشترط موته بسبب آدمي ان يكون انسان اللي ايه او بقطع رأسها اللي هو شبيه بالزكاة يعني، وإلا حرمت. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث. وبرد على الأحناف دلوقتي، أحناف استدلوا بحديث ضعيفة خالص هتيجي دلوقتي. قال لهذا الحديث وحديث الحل ميتته، يبقى احنا كده معنا كم حديث في السمك؟ اثنين، ده وحديث الطهور ما قال ايه الحل ميتته. وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جذر الماء أو قذفه أو نضوبه، ولا يحل الطافي. دخل على الأحناف كده لحديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهو خاص فيخص به عموم الحديثين. يبقى الحل ميتته عام، وحلت لها مثلا عام، بس الطافي ده إيه خاص فيخص، بس حديث لا يثبت أصلا. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف ها باتفاق أئمة الحديث. مشكلة الأحناف قلة علماء الحديث في مذهبهم، ولكنهم عباقرة جدا. تقرأ في كتبهم تنبهر من حدة العقول، ولكن مشكلتهم لا يوجد عندهم علماء متينة في الحديث، ولذلك تقول ودليلنا عليهم. وبعدين كنت لسه ببص في مسألة هم نفسهم كأحناف، الراجل يقول دورت ولا لقيته لا بأسانيد ثابتة ولا غير ثابتة، الراجل حتى المحقق مع ان التاني يقول ودليلنا عليه وايه، المحقق الحنفي نفسه بيقول انا دورت ما لقيتلوش وجود، يعني هو تبع المذهب عايز ايه يشوف لهم حاجة فانا لقيته فقلت سبحان الله. ده كويس ان الراجل بيقول ما ايه مش موجود، لا ايه هم في كتب الأحناف وبس، كتب الحديث ما ايه ماليش. واضح كده ان كان في امام حنفي وهم فنقل حديث بألفاظ لحديث تاني وخدوا عنه مين طلاب، ومشى فين في الكتب، فبقى في الكتب عندهم ايه ومسلم بيه ان بقى ان هو ايه ها حديث صحيح. تخصص مهم، وده فيصل في قضية المذهبية يا سيدي. ده المذهبية في حاجات ياما قوي يا سيدي. لا انا اقصد اقول يعني الكلام اللي قاله راجل دوت ده فيصل، يعني هو بيقول لك هو بيدور على الدليل ماشي احسن لم يشهد له اصلا. خد بالك احنا متفقين ان مفيش مقاطعة. انت كده في غرامة عليك، بس ما عندناش نظام الغرامة، انا بعكسك بس احنا هنا ها ده بالسؤال سيدنا دي اضافة. حاضر. قال النووي حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، يعني لو الحديث ده لوحده وما فيش معارض ما كناش ايه. قال كيف وهو معارض فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية، ولم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسير. والكبد حلال بالإجماع، وكذلك مثلها الطحال حبك الله، فإنه حلال إلا أن في البحر عندهم من كتب الإيه الزيدية، ولا يعنينا أنه يكره لحديث علي رضي الله عنه، إلا أنه
حديث لا يعرف من أخرجه عن علي عليه السلام، وإن كان الصح نور رضي الله عنه وليس عليه السلام، عشان ما فيش تخصيص لصحابي دون الباقي. أنه لقمة الشيطان، أي أنه يسر بأكله. هذه أحاديث لم تثبت أصلا، لا يعرف من أخرجه عن علي. يعني حتة حلوة دي، يعني واحد زيدي برضو يعني هو هد مذهب الزيدي، بيقول انتوا كاتبينه في كتبكم عن علي لان انتوا كلكم بتنتسبوا لإيه، المهم، لكن في النهاية لا يعرف من أخرجه عن علي أصلا. فهو عن علي، مين اللي قاله عن علي؟ هو بقوله لا يعرف من أخرجه عن علي. الحديث الثاني عشر حديث ابن عمر معمول به ولا طبعا مش انا لسه قايل موقوف له حكم الايه الرافع، مسألة منتهية. انا قلت موقوف ده امام الجبل احمد بن حنبل الموقوف. احمد قال حديثه منكر، اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. حلو، كمل كده. عن ابيه عن ابن عمر قال احمد حديثه منكر، ايه اللفظه اللي وراها؟ خلاص، يبقى احمد قال ان هو ايه موقوف. انت فاتتك اللي فاضله دي. ماشي خلاص خلاص، عشان انا فاكر انه قال بعدها صح انه موقوف. قال بس يا جماعه ما حصلش. عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قول يا محمود. يعني انا مش عارف ايه رابط بين الحديث دي كده حاسس ان هي يعني لا ماشيه طهاره ولا ماشيه باب التزكيه ولا ماشيه، مش عارف ايه الرابط بين الحديث. هو اصلا بيذكر طهاره اشياء ونجاسه اشياء، فهو في الحقيقه لما اتكلم بيتكلم في التطهير، يبقى يتكلم ان الكلب نجس، وهنا المفروض ان الميته نجسه، فبين ان فيها ايه استثناءات. البول نجس، يعني كلهم ماشيين مع بعض، حديث الذبابه وبعد كده. ما هو الذبابة ده استثناء للميتة يا ابن الحلال، مش ده استثناء للميتات؟ في بقى ميتات تانية مستثناء برضو، فده هو بالعكس، ده هو كده يعني ماشي. بس في ملاحظة على بلوغ المرام، أنا قلتها قبل كده صح؟ إن الكتاب دايما يقول ويقول حاجة ويرجع يقول، فهو أنا قلتها قبل كده مش مرتب، وده هيبقى واضح قوي في أبواب الصلاة وحاجات ياما قوي، إنه الحاجة ويقول مش عارف ويرجع للحاجة إيه بعد إيه؟ بعد ده كده كويس خالص، ده كده في ارتباط، لكن في حاجات هتيجي لا ها ما فيهاش ارتباط خالص، تحس انه كانه افتكر فجاب حاجه كان المفروض يحطها فين؟ في الباب الاول، فجاب باب وجاب حاجه ورجع جاب ايه؟ فكنت الشعور الشخص انه الفه بسرعه وكان مداركه للاعمار يعني، وربما كان بيفكر يرجع ايه يعيد ترتيبه او شيء، ولكن لم يمهل. الله اعلم. ماشي كويس، كلها اسئله يعني ايه ماشي، ما اقصدش مش في اصل الفهم، فاذا كان كده فاهمين فكويس. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظن الكتاب ماشي معاكم يا شباب ولا ايه؟ تصدمونيش طبعا. قال صلى الله عليه وسلم، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني ما بيقابل حاجة بيصدر ايه الجناح اللي فيه ايه المرض. قوله في شراب احدكم هو كما اسلفناه من ان الاضافة ايه ملغاة، يبقى سواء بقى شرابك او يعني في شيء بتاعك انت اللي فيه او بتاع غيرك هيغمز برضه، كما في قوله اذا ولغ الكلب في ناء احدكم، وفي لفظ في طعام فليغمسه. زاد في رواية البخاري كله عشان يبقى ايه، وفي لفظ أبي داود فانقلوه، وفي لفظ ابن السكن فلينقله ثم لينزعه. فيه أنه يمهل أو يمهل في نزعه بعد غمسه. يعني إيه؟ يعني ما يطلعوش على طول، لأن ثم تفيد التراخي. شفتوا بقى؟ عشان كده بيقولوا أذكى العلوم هي العلوم الموروثة عن الأنبياء، هي التي تورث الذكاء، إن هو سبحانه بتفتح البصير
ويقعدوا بقى هم يفكروا ويستنبطوا من كل حرف. فثم دي قالوا يبقى معناها مش هحطه طلعه على طول، دايما ايه سيبه شوي. قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذا تعليل للأمر بغمس ولفظ البخاري. ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي لفظ ثما. قال وعند أحمد بن ماجه إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. قال في الشرح والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل، ولعله يستأنس بهذا على عدم جواز أكل الحشرات. فالأصل أن الشيء يلحق بنظيره. مالك تفكر في عرفت من حاجة ولا الاستغراب يعني بالاستنباط؟ مش احنا اللي قلنا احنا درسنا ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ان احنا نطرحه، مش هنا ثم اللي يطرحه هيترمى. واحنا عندنا قاعدة في الشرع كل ما يستفاد منه ايه؟ هيستفاد. فلما يترمى يبقى ده مش بتاع اكل. والاشياء بتنحط مع ايه؟ مع نظائرها. هنا الشافعي بعدين بقى هنكمل. قال وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا أو المية سخنة. معايا ولا لا؟ فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهذا دليل على أن ميتة الذباب طاهرة. وقاس الشافعي على طبعا الشافعي من أول اللي استنبطوا كده، وقاس العلماء على ذلك كل ما لا نفس له سائلة، اللي هو ملوش دم بيسيل. مش معنى ما لا نفس له سائلة ملوش دم، لا، هو في حاجات هتطلع نقطة دم بس مش دم بيسيل. والله أعلم. مش ملعون. والله الحاجات دي كلها ندرعه. قال وهو صلى الله عليه وسلم بيقول هنا فلو كان الجسم لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو عليه الصلاة والسلام إنما أمر بإصلاحه. صح، ده عايزين نعادل السم اللي إيه اللي نزل، فده إصلاح للطعام مش إيه مش إفساد. واضح. قال ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، إنه إيه لا ينجس بالإيه بالموت، والله أعلم، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشبه ذلك. إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه، يبقى مع الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه فعلا. يبقى العلة الدم السائل، يبقى الحاجة اللي فيها دم سائل لو ماتت هتبقى إيه نجس، واللي ما فيهاش دم سائل خلاص. قال فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، فانتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء ايه علته. عشان كده الاحناف عندهم حتة طريفة، يقول لك الحاجات اللي ما بتتاكلش لو دبحها تطهر ولا تؤكل، عشان عمل ايه في الدم طلعه. عشان كده لو جاب حمار عندهم ودبحه يبقى لا يجوز أكله، ولكن لو وضع في جيبه قطعة لحم منه وصلى فلا يعيد الصلاة. وهذا ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبحت لحوم الحمر الأهلية قال إنها ركس. فالحيوان الذي يؤكل دبحته ما دبحتوش ها هو نجس. فعشان كده بنقول إن الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، لأن احنا بنزكي الحاجة اللي بتأكلش لا ولا لها قيمة. فاهميني ولا لا؟ والله أعلم. قال والأمر بغمسه، أصل هم شافوا إن الحاجة المزكاة والحديث في احنا ندل على إن الدم له أثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم، الدم إيه؟ طالع. واضح. وذكر اسم الله عليه،
قال والأمر بغمسه ليخرج الشفاء ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء. وقد علم أن في الذباب قوة سمية معلش كما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه وهي بمنزلة السلاح. الحجامة هي أحسن حل بالنسبة لك يا الشيخ. شوف بقى ما يشرب من الشكر. فإذا وقع فيما يؤذيه اللي هو الذباب يعني انتقاه بسلاحه كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها لا إيبا طالما منصوبة إذا دلك موضعها بالذباب ينفع منه نفعا بينا ويسكنه، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. سبحان الله. طبعا اللي كانوا بينكرهم ويتكلمهم طريقة الإخوان ومن شابهم العقلانيين والغزالي اللي هو المعاصر والناس دي ويضعفوا الحديث اللي في البخاري عشان ازاي واضح. فلما يجي العلم يكتشف الموضوع ده فعلا أجسام في جناح وأجسام مضادة في الجناح التاني. يعني لما تيجي من عند الكفر تبقى كده ايه حاجة صعبة صراحة. وإن كان يعني الأولانيين شوية أحسن شوية من لكن الإخوان مدرسة الوحدة. يعني الإخوان مدرسة تانية خالص، يعني مدرسة فعلا مدرسة العقل قصاد الوحي. خليك مع روح النص مش عارف يعمل ايه كل حاجة عنده هو ما بيمسكش من يعني غير المدرسة الأثرية. عشان كده تلاقي حتى التبليغ حتى اي حد تخالف معاه في النهاية يقول لك قل لي قال الله التنين لك لا شغل عقلك شوف روح النص. فدول أقرب ما يكون للعقلانيين والناس التانيين دول. عشان كده دايما تلاقيهم في انتخاباتهم وحاجة دول كانوا يتحدوا مع النصارى مع العلمانيين بقى مش عارف ايه ردوش يتحالفوا أبدا مع الايه الأثريين. ولكن عايز أقول إنها مدرسة لوحدها دي مدرسة وربنا نجانا منهم صراحة. قال هل الحديث يدل على جواز قتل الذباب بأي وسيلة؟ آه والله المؤذي ما فيهوش المؤذي لا مشكلة نضرب الكهرباء ده لا الحرق ده حاجة تانية الحرق حاجة تانية الحرق حاجة خاصة إنه لا يعذب بالنار أيبا ده والصاعق ده مختلفين في المعاصرين هل هو حرق ولا أنا ماليش دعوة أنا عامل زي اللي مولع نار والحاجات جات عملت إيه اتلمت عليها. ده بعض شيوخنا بيقول كده وبعض شيوخنا بيقول لا حرق هو كده حاجة تانية آه ده أكتر بقى كمان تبقى ده الحديث بتاع جعل الجناد والذباب يقال فيه ما هو بيقول بناء الحديث ده هي بقى فيها اجتهاد ومش وقت الكلام دلوقتي من ابو يشير اشارات. قال الحديث الثالث عشر اذا ما شاء الله. قال عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال يلا يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال في القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء أو كل حي لا يميز اللي هو ما بينطقش الإبهام ده ما انتش فاهم منه ولا لا. والبهيمة أولاد الضأن والمعز ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لعله الأول مش خاص بالإيه بالضأن والمعز لما يأتي بيان وهي حية فهو أي المقطوع ميت. طيب والحديث قد روي من أربع طرق أنا بختصر معايا ولا لأ عن أربعة من الصحابة عن أبي سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الداري. وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فقال ما قطع من البهيمة وحي فهو ميت. بص يطلعوا بقى الدهون وياكلوها بقى يحطوها على النار. والحديث دليل
على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم. وسبب الحديث دال أنه يريد بالبهيمة ذات الأربع، وهو المعنى الأول. كان سرح شوية وقال المعنى الإيه؟ الأخير. دلوقتي رجع للمعنى الإيه؟ الأول. المهم لذكر الإبل فيه، مش الضأن والمعز بس، للمعنى الأخير الذي ذكره في القبر، لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كانت ذات أربع، أو يراد به المعنى الأوسط اللي هو الإيه؟ لا، اللي هو كل حي لا يميز. هو طبعا في الحقيقة فقال وكل حي لا يميز، فيخص ما أعجبه، فيخص منه الجراد والسمك وما أبين مما لا دم له. عموما الحنابلة فهموها فهم حلو قوي، قالوا ما أبين من الحي فهو ما أبين من حي فهو كميتته. ها صح كده ولا لا؟ يبقى ما أبين من حي فهو كايه؟ حلا وحرمة، طهارة ونجاسة. تاني هشرح. يبقى ما أبين من حي فهو كايه؟ كميتته، حلا وحرمة طهارة. يبقى احنا نبص في حاجتين، يؤكل ولا يؤكل، نجس ولا طاهر. يبقى ما أبين من الإنسان هو حي، بتر منه عضو، يبقى ايه الانسان؟ يبقى الانسان بيتاكل طبعا؟ لا صح، ولكنه ايه؟ طاهر. السمك، ميتة السمك ايه؟ طاهرة وتؤكل صح. يبقى ما أبين من السمك فهو ايه؟ حلال طاهر. طيب الخروف لو مات لا يؤكل، بس يبقى ميتة نجسة، يبقى حرام اكله وايه؟ ونجس. سمعه ولا لا؟ يبقى اذا ما أبين من الضأن ها يبقى حرام النجس. تاني ما أبين من السمك حلال اكله، ما أبين من السمك حلال اكله. طبعا يعني واحد قطع السمكه نصين وهي حي، واضح ولا لا؟ هو طبعا ده يعني ايه؟ ها هو حي ما فيش اي حاجه خالص. انت لو السمكه وماتت اللي هيجرى يعني؟ وانا ده هيبقى في كراهه، في كراهه يعني ان هو يتعجل عليها ولا حاجه ممكن. هو طبعا اللي كاتبينه في الكتب كره شيء السمك حيا شبه في قدر من الالام اللي هو ايه تمام. فلكن انت ايه ممكن يموتها كده ويقطعها، لكن لو حتى قطعها فهي تحيل. الناس المستعجله يعني خلاص كده ولا لا؟ وقد افاد قوله فهو ميت انه لابد ان يحل المقطوع الحياه، لان الميت هو ما من شان ان يكون حي. ايه ده بقى في منتهى الروعه. هو المفترض ان يحل المقطوع الحياه، يعني تحل الحياه في هذا الجزء المقطوع. هقول دلوقتي برافو عليك. هو الكلام عشان لو قطعوا الصوف جزوه ده مش يبقى ميت لانه لم يكن حيا. فلو جززنا الصوف مش هيتعامل كده، هنستفيد بيه رغم انه جز وهي ايه؟ حيا. يبقى كلمه فهو ميت، الميت اسم لشيء كان حيا، كانت تحله الحياه. وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت. ها والريش كذلك، بس يجز الحاجات دي كلها تجز، لان هو العلماء اصلا المفروض يجي في الدباغ على فكره لو تذكرت. اقول المفروض العلماء اصلا مختلفين يعني ايه حياه، تحله الحياه، ايه الحياه؟ ففي ناس قالوا الحياه، وده مذهب الشافعية، النمو، ده صعب وإلا في الصوف هيبقى إيه؟ عشان كده صوف الميتة والحاجات دي بقى فيها مشكلة عند الشافعية. انتوا معايا ولا لأ؟ لكن في فريق تاني قال لأ، الإحساس. هو دلوقتي على فكرة لو قلنا إن النمو كلام في منتهى الضعف، لأن إحنا عايزين نعرف حياة الحيوان. هو دلوقتي ميتة النبات نجسة ولا مش نجسة؟
مش نجسة أصلا، مش كده هو النبات كان حي أصلا صح؟ يبقى عشان كده بنقول إن احنا عايزين نشوف الحياة التي اختص بها الحيوان عن الإيه؟ عن النبات. فلو قلنا النمو بقت مشتركة صح ولا لأ؟ ولو قلنا الإحساس فيها نظر برضو، لأن في نباتات فيها إيه؟ إحساس مستحية، فاكرين؟ بتاع ثانوية عامة والحاجات دي. لكن الفريق بالتالت بيقول الحياة هي الدم، وفعلا النبات مفيهوش دم. عشان كده لما كان الدم مش سائل كانت ميتة الذباب مش نجس، مش نجس، مش فيه دم. تمام؟ ما؟ الريش تحت في الـ في الـ في الجزء اللي هو تحت. تمام؟ دي الحقيقة. عشان كده الشعر والحاجات دي تبقى في البصيلات فيجز. تمام؟ عشان كده الحقيقة الحاجات دي لا تحلها الحياة، مفيهاش دم فعلا. وفي اللي بيقول الحياة بتاعت الحيوان التلاتة دول مع بعض، دم مع نمو مع ايه؟ مع احساس. عشان كده هتلاقي الشعر فعلا مفيهوش احساس، راح يروح عند الحلاق يبقى مبسوط قوي وهو بيطيره له، مش عايز معاه. لو غلط وخبط في راسه هيصوت صح؟ المهم فهمتوا يعني لا يحل الحياة دي؟ يعني ما يجيش يقطع ظفر للبتاعة من برة، تفهميني ولا لا؟ ونقول بقى ان هو ايه؟ ميتة. آه ميتة، لا ده هو اصلا لم يكن حي. عامل زي ايه؟ زي الغبيط اللي على الحاجة ملوش علاقة بيها. يعني حتى هي لو ماتت الغبيط طاير زي ما هو، لانه لم يكن حيا وايه؟ ومات. يعني انت لو مت هدومك مالها؟ ملهاش علاقة، لا تحلها الحياة. عشان كده الاختلاف في موضوع هي لا 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 مش دي، لا دي حاجة تانية تبرر بعض. باب الآنية ما شاء الله اللي هو أنا وسائخ. بس الإمام أحمد بيقول كلمة جامدة قوي قوي، مش عارف قالها إزاي. بيقول صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهها. انا عن نفسي بقف قدام النقل ده وابقى قاعد مندهش. طب ده شيخك اللي هو الشافعي كرهها، طب معايا ولا؟ بس لعل الامام احمد يقصد ان السلف ما قالوش كده، فده واضح ان مساله النمو دي هتبقى ايه؟ بعيده خالص. سبحان الله، كسر التداول الفقه بيخلي الانسان فاكر ايه اللي اتقال، فدرسه وقوله هتبص تلاقي الدنيا ايه، هتحفظه بعد فترة اللي تال هنا واللي تال هنا، تبقى الدنيا قريبة إن شاء الله. ربنا يبارك. قال